السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم ما صحيت من النوم، اليوم صحيت من الموت. والحين بتقولوا كيف يعني صحيت من الموت؟ ايش السالفة يا انسايز؟ انا سحبت على التيك توكيين فترة بسيطة جدا، يعني 5 شهور بس ما نزلت عنهم مقاطع ولا تنمرت عليهم. انا قلت بيشكروني وبينبسطوا عشان تركتهم في حالهم بعد ما حلبتهم في قناتي سنين متواصلة. فبعد ال5 شهور هذه اللي قطعت فيها عن التيك توك، قررت اني افتح البرنامج المشؤوم هذا من جديد عشان اشيك عليهم واشوف ايش قاعدين يسووا بدوني. ولما فتحت التيك توك انصدمت، شوف ايش سووا فيني. انا لله وانا اليه راجعون، حساب للمرحوم انسايز. المرحوم انسايز الادمي هذا فاتح حساب صدقه جاريه باسمي، يحسبني موت لو منزل المقطع هذا. سلام عليكم. الانتحار فكره قديمه، جرب يموت مشهورك المفضل واللي كان يضحكك دايم. المشكله مو هنا، المشكله رحت اقرا التعليقات ولقيت الناس يترحموا لي، ولقيت واحد كاتب الله يرحمه راح تفتقد هيونه. الحين انت هذا همك؟ الزبده انا قلت هذا مقطع واحد بس من مقاطع حقين التيك توك، واكيد حاب انه يطقطق ويستهبل، ورجعت كملت نوم. لو صحيت من النوم ولقيت واحد ثاني منزل مقطع وكاتب انسايز 2017 2022 توفى، والمشكلة المرة هذه المقطع عليه فوق 50,000 لايك، وأغلب الشعب كانوا مصدقين من جد المرة هذه. فأنا رحت وكتبت لا إله إلا الله متى توفيت. الناس لما شافوا تعليقي عرفوا إني ما مت، وعرفوا إنه هذه كلها إشاعات، وأنا قلت خلاص أخيرا بقدر أرجع أنام بسلام. إلا وصحيت من النوم للمرة الثالثة، وتخيلوا إيش صار. لقيت واحد راسل لي في الإنستغرام إنسايز فينك ساحب؟ لا كنت تزوجت هيونة وعشت حياتكم وتركتونا. لا وحط لي الفيس هذا، يعني قول الصراحة أنا ما أدري مين كتب الكومنت هذا، بس عشنا حياتنا وتركناكم. لو أنا تزوجت هيونة أبغاكم تعرف أني بموت من قهوة الخطوبة حقتها قبل ما أتزوجها أصلا. قهوة الخطوبة تحتاج ملح زيادة، ملح أكثر. والمرة هذه بموت من جد، مو إشاعات، فانسوا الفكرة. الزبدة هذه البداية بس، أنا أبغى أشوف إيش كمان سووا التيك توكيين في غيابي، فخلونا نخش في المقطع على طول يا حبيبي. طبعا ما ينفع نشوف ايش صار في غيابي في هذه ال5 شهور بدون ما نشوف ايش صار على هيونه، فخلونا نفتح حسابها. دقيقه ايش كاتبه هنا؟ السلام عليكم، شكلها تسلم علي عشان رجعت اليوتيوب. خلونا نشوف. سلام عليكم. والله مو مستوعب انهم ما اخذوني اغني في قطر. خلوا الفرحه بايديكم، ابشروا بالخير يجيكم. الحين المفروض هذه تكون اغنيه كاس العالم الجديده في قطر. لا وزعلان انهم ما اخذوك تغني في الملعب. مونديال تكوتوتاتا مين؟ انت حمد ربك ما اخذوك تغني بكاس العالم، ولا كنت بتفضحينا قدام العالم كله؟ انا صراحة على سحبتي الطويلة هذه كنت متوقع اني ارجع اليوتيوب على اغنية شاكيرا الجديدة لكاس العالم، ونسوي ردة فعل مع بعض، واخر شيء شفنا اغنية هيونة. انا شكلي برجع انام، صحيتوني على الفاضي. ليش شعرك اخضر؟ انا عاجبني، شايفين يا اخوان البنت شعرها اخضر لانه عاجبها. يعني ما ادري ليش لازم كل ما ادخل التعليقات القاهم كاتبين انسايزي. يا اخوان انا قلتها من قبل وبقولها مره ثانيه، انسايزي ايش دخلوا في الموضوع؟ فرحت التعليقات عشان بعرف يعني انا ايش دخلني، ولقيت واحد كاتب شعرك اخضر عشان شعر قناه انسايزي اخضر، صح اعترفي. لا ابدا مو صح، ترى مو انسايزي الوحيد في العالم اللي شعره اخضر، يمكن هي كانت تشجع المنتخب السعودي في كاس العالم يا اخي، خصوصا بعد ما جاب الهدفين المستحيل على الارجنتين. ما لا والمصيبة في واحد ثاني كاتب ترى انسايز مات يا الحبيب، انسايز مات. يا ساتر لا يكون انا قاعد اصور المقطع هذا في القبر وانا مو داري. وثاني شيء ايش بك مره مبسوط اني مت؟ كانه هيونه بتصير من نصيبك، ما راح تاخذها انسى. من التوتر بغى يتزوج الشيخ، كيف؟ خلونا نشوف. قبول قبولك وانا قبلتها زوجه. انا قبلتك زوجه. قبلتها زوجه. قبلتها زوجه. على دقيقه قبلتك زوجه. قبول قبولك وانا قبلتها زوجه. انا قبلتك زوجه. الادمي ذا راح يتزوج والشيخ قال له قول انا قبلتها زوجه، وسدد له وحده انا قبلتك انت زوجه. انا قبلتها زوجه. انا قبلتك زوجه. والله الولد ما يمزح، شوف وجهه جدي. لو بس الشيخ ما كان منتبه وما صحح له كان تزوجه خلاص. والحمد لله المره هذه ما رحت اقرا التعليقات، ولا 100% كنت بشوف واحد كاتب هذا انسايزي لما يروح يتزوج هيونه وهو متوتر. بس الحمد لله عدت على خير. انا صراحة أنا اتوقع انه هذه ردة فعلكم اول ما رجعت اليوتيوب بعد قطعة 5 شهور ولا 6 هي، والله ما ادري. بس اللي بعرفه هذا ايش بشايل الباب، ايش بيسوي فيه وليش؟
اوكي الظاهر انه هذه مو ردة فعلكم بعد ما رجعت اليوتيوب، الظاهر انه هذه ردة فعل الشعب بعد ما المنتخب السعودي سجل هدفين على الارجنتين في كاس العالم. صراحة ما الومهم، ردة فعلهم طبيعية جدا. الا الانسان هذا، انا بس بعرف ايش كان يفكر لما قرر يخلع الباب ويرمي امه في الحوش. انا بس بعرف ليش، يعني ايش دخل الباب في الموضوع؟ الباب ما له دخل في المباراة. انا اتوقع والله اعلم انه الولد من قوة الهدف تحمس وبيسوي اي شيء، بس ما هو عارف ايش، وما لقى الا الباب قدامه وقال يلا نخلع الباب، والله ما اخليها في خاطري. وانا بقول تصريح مهم يا شباب اسمعوني، دام الارجنتين فازت بكاس العالم وحنا فزنا على الارجنتين، انا حاب اقول لكم وبكل فخر انه حنا برضو فزنا بكاس العالم، فارفعوا راسكم يا شباب. اوكي صح انجلدنا بعد ما فزنا عليهم، بس برضو يعني فزنا على الفايز، ما لي دخل. متورط ثروباك، دخلت حمام البنات بالغلط، يا ساتر الله لا يفضحنا. المشكله في الحاله هذه انت ما تدري تطلع ولا تقعد. دخلت حمام النسوان بالغلط. زي ما قلت لكم الولد ما هو داري يقعد ولا يطلع، كل خيار أسوأ من الثاني. انا صراحه لو اني منك اعطيتها وضعيه بدر خلف وسويت نفس البنت العشر ثواني، ولما اطلع خلاص اقلب ولد. لا امزح، ما حسوي زي كذا طبعا، بس الظاهر انه في شخص اسمه فصفص ما يمزح. واللي ما يعرف فصفص هذا كان انسان طبيعي وهو صغير، كبر وصار يوتيوبر وكان ينزل مقاطع قبل 4 أو 5 سنوات. السلام عليكم، معكم فصفص. اليوم صحيت من النوم، يعني زبده كان يوتيوبر طبيعي وكل شيء، الا في يوم من الايام قرر انه يصحى من النوم ويتحول لبنت فجاه. ليش ما حد يدري، وحذف قناته وحذف مقاطعه القديمه وبدا حياته الجديده كبنت. حرفيا يا اخوان اللي قاعد اقول لكم اياه صار من جد، ماني قاعد امزح، لا وشوفوا بالله. يعني اللي قاعدين نسويه غلط، اللي قاعدين نسويه غلط. شفتك قناه، دقيقه انا وياكي، يعني اللي قاعدين نسويه غلط، اللي قاعدين نسويه غلط. هذا وياكي، انا والله بس بمسك لساني عشان اليوتيوب لا يزعل. جيبوا المقطع اللي بعده، سرق بطاطسها وبكت. من اللي سرق بطاطسها؟ هذا الشيء خلوني اشوف. لو تشوف المقطع من البداية، البنت كانت حاسة ان الثعلب هذا ناوي على شيء، والمشكلة الثعلب مسوي طبيعي. ابو اللي ايش بكم طالع وماني قاعد اسوي شيء. وصراحة انا ما ضحكني الا انها كانت بتقول لابوها ان الثعلب سرق بطاطسها. ابوك ايش بيسوي يعني؟ بيلاحق وراه؟ خلاص الثعلب شرد واختفى بظلمات البر، انسى البطاطس. يا ربي. فوبيا جديدة من باب الثلاجة، اللي انا عارف الواحد عنده فوبيا من الظلام، فوبيا من المرتفعات، فوبيا من بعض الاشكال، وهذا شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي يكون عندك فوبيا من بعض الاشياء، اما باب الثلاجة، باب الثلاجة ايش سوى؟ انا صراحة ما ادري ايش بو المقطع هذا، مرة فيه حقد على الابواب، اول واحد كسر ام الباب ورماه في الحوش، وثاني واحد كسر ام باب زر الاشتراك وفعل زر التنبيه، فاشترك وفعل زر التنبيه، والحين دي خايفة من باب الثلاجة، بس خلونا نشوف السبب حق البنت هذه. تخيلوا جيت افتح، جيت افتح باب الثلاجة، جيت افتح باب الثلاجة، الحمد لله ما مسكته، قسما بالله كنت افتح باب الثلاجة ما امسكه، بعدين في الظلام شفت شيء بني. يعني الحين خافت من باب الثلاجة بس عشان صرصور؟ طبعا هذا اللي كنت بقوله لو ما حطيت نفسي في موقفها. يا اخوان حطوا نفسكم مكانها، تخيل انك مطفي اللمبات اخر الليل وتبغى تفتح باب الثلاجة وبالغلط يدك تفتح الصرصور بدل ما تفتح باب الثلاجة، وانت مو شايف ولا داري ايش قاعد يصير، فاكيد بيصير عندك فوبيا لو جيت تبغى تفتح باب الثلاجة وشفت شيء. فالله لا يحطنا مكانها. ثروباك يوم عطاني الولد حلاوه وصديقه قال له متخرفن، الحين معقول الفيلم هذا كله تسجل بالفيديو؟ ايش التحفه الفنيه هذه؟ خلونا نشوف. وهو صادق والله، الاخويا يعرفوا بعض صدقوني، انتوا طالعوا في وجه خوي وبس، اذا هذا مو وجه واحد متخرفن بس مستحي، ما ادري هذا ايش. المشكلة الوحيدة بالفيديو هذا انه الولد كان صريح بزيادة الله يهديه، يعني يا شباب مو اي شيء يجي في بالك تقوله بلسانك على طول، ما ينفع. قهوتي وبس والباقي خس. المشكلة انا بس لفيت كتفي عشان ما ابغى اقرب صوبهم، اللي هو الغبي يقول ايش بك خايفة، والمشكلة هم مجموعة يخوفون. دقيقة، من المجموعة هذه ومن هو الغبي اللي قال لك ايش بك خايفة؟ لسه ما خشينا بالفيلم، انا بس قاعد اقرا المقدمة وتحمست، اجل كيف الفيلم نفسه؟ خلونا نشوف شغل. قهوتي وبس والباقي خس. يما ريحة رجال. دخل ابله غبي حمار. انا صراحه ما ضحكني الا الطريقه اللي قالت فيها ايش دخل. دخل. وثاني شيء ليش اشتغلت عليه سبات في النهايه؟ اي سبه جت في راسها قالتها بلسانها على طول، فضت فيه معجم السبات. دخل ابله
غبي حمار. وطبعا يا اخوان ويا اخوات، زي ما قلنا للولد اللي قبل شويه، هعيد واكرر، مو اي شيء يجي في بالك تقوله بلسانك على طول، يعني فكر مرتين قبل لا تتكلم، ولا اقول لكم فكر ثلاث مرات، مرتين بعض الاحيان ما تكفي. ولا تدروا انا صراحه أنا اقول لو سكتت وكملت طريقها وما اعطتهم وجه كان احسن. وعلى طاري الطريق، وانا اتمشى في التيك توك، شوفوا بالله من اللي لقيت قاعد يتمشى بنص الطريق. الواحد المفروض بالاوقات هذه يخاف وما يطلع برا البيت، انت قاعد تسبح في الشارع وداقة تحية. احلى تحية. احلى تحية مين؟ اطلع لا تموت علينا بس. جديد، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحقونا. يا ساتر، انا صراحة ما ادري ايش قاعد يصير، يعني الطريق اللي المفروض يكون للسيارات قلب مسبح اوادم، والطريق حق الاوادم قلب مسبح سيارات، الله يعوضهم كلهم. امطار غزيرة على جدة، الله يلطف بهم. انا صراحه بعد اللي شفته اليوم ما راح استغرب لو واحد دخل المصعد هذا عشان يختصر الوقت، يعني بدل ما لسه يتروش في البيت ولسه يتجهز عشان يروح الدوام ويطلع من البيت، خلاص يروح المصعد هذا ويختصرها عصفورين بحجر واحد. وطبعا يا اخوان انا ما انصح احد انه يختصر الوقت في هذا المصعد، لانك بتطلع منتعش، مو منتعش انتعاش مائي، لا انتعاش كهربائي يا حبيبي، فانتبهوا على نفسكم يا شباب. وبس ونبيس عمك.